اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. كريم سعيد، ازيك يا كريم؟ ازيك يا اسلام؟ بارك ايه؟ الحمد لله تمام. تمام الحمد لله. فاكر احمد؟ فاكره يومه جاي يومه جاي يومه قرب دلوقتي. ما اتكلمش دلوقتي. لا لا كله في وقت. ارحمه يومين كده. طيب يومين كمان بعد اللودنج. ازيك يا ايمن؟ ازيك يا اسلام؟ بارك ايه؟ الحمد لله كله كويس. كله تمام، كله زي الفل. غير ما اقول حاجه. ازيك يا جيم؟ حبيبي يا كابتن، كله كويس؟ زي الفل الحمد لله. كمان هو اشمعنى يعني؟ بص كلنا لابسين جاكيتات عادي، هو لابس جاكيته زهري. تمشي ليه؟ وبعدين ما البتاع اللي وراك الشاشه اللي وراك بص زرقاء، فمع زرقاء زرقاء مع الحسد فرحان. بص ده انا مش هسيبك، اوعدك، بس ان شاء الله كل حاجه تبقى لطيفه كده في وقتها. في وقتها كل حاجه في وقتها. طيب النهارده الحقيقة أنا فاتح ملف أتمنى أنه هو يحوز على إعجاب الناس. اللي أنا شايفه على من التفاعل الأهلوية على السوشيال ميديا مبسوطين الحمد لله بالكلام اللي احنا بنتكلم فيه، لأنه كلام مهم جدا فيما يخص أين نقف في ملف الاستثمار الرياضي. قبل بس ما أقول أين نقف في ملف الاستثمار الرياضي، أنا حابب جدا أن أنا أشكر زميلنا محمد عبد المنصف. محمد اشتغل جامد جدا على هذا الموضوع خلال الفتره اللي فاتت، لان بقى لنا اسبوع تقريبا بنحضر في هذا الامر، فانا بشكره مره تانية على الهواء مباشره على الشغل الكتير والكبير اللي هو عمله. وهو كان لسه بيسالني سؤال الحقيقه قبل في الفاصل، محمد كان بيسالني يعني بيقول لي يا كابتن طب يعني هل امتى ممكن يبقى عندنا احنا في مصر هذه الارقام او ارقام يمكن البناء عليها خلال الفتره اللي جايه. انا بتكلم عن النادي الاهلي، فبالتالي أنا ممكن أجيب الأرقام من جوه النادي من كذا من كذا، ولكن عموما بشكل عام هل من الممكن أن يكون عندنا أرقام؟ لأن حتى هذه اللحظة وأعتقد أنت أكتر واحد تقدر تقول لنا هذا الأمر. بص كابتن، طبعا موضوع الاقتصاد الرياضي أو الاقتصاد في كرة القدم موضوع كبير جدا ويشمل توبيكات كتيرة. مثلا هربطه بنقطة بسيطة كان الناس بتتكلم عليها في الفترة الأخيرة وكان حصل عليها جدل. هل لما فريق بيكسب بطولة وفريق ما يكسبش، ده معناه ان هو اقتصاديا تمنه في الرعايه الجايه يقل ويبقى اكتر من التاني او العكس صحيح؟ لا، ملهاش دعوه. ملهاش دعوه. ليه حاجات كتيره، ليه حاجات كتيره. النهارده احنا بنتكلم على البراند. أوكي. النهارده مثلا بنتكلم على النادي الاهلي، براند النادي الاهلي ده له تمن. التمن اللي بيحدد براند النادي الاهلي ده حاجات كتيره جدا، منها تاريخ النادي، منها الفروع. النادي ده ليه كام فرع؟ ليها النهارده النادي ده في اخر 10 سنين رياضيا في الرياضات كلها بيعمل ايه؟ عنده قاضي فيزيونيه ولا ما عندوش؟ عنده اكاديميات حجمها قد ايه؟ امور كتيره جدا 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 لا تكفي ان الرياضيين بس اللي يتكلموا فيها. زي ما كنا بنتكلم على موضوع اتحاد الكوره، وان كان لازم مثلا في موضوع الاقتصاد كان لازم اقتصاديين، كان لازم اقتصاديين عشان يحطوا الحته دي. ف موضوع كبير ومتشعب جدا للغايه، ولكن النهارده فعلا واحده من النقط بقت مهمه قوي في العالم بنشوفها، ان في انديه صغيره بدات النهارده تجد لنفسها ما يشبه في وجهه نظري ميزانيات الدول الصغيره في العالم بسبب كره القدم. تلاقي نادي مثلا ممكن يستثمر ما يقرب من 20 و30 مليون يورو في سنه واحده، وهوب السنه اللي بعديها اللاعب ده اللي هو جاب او مجموعه اللعيبه اللي هو جابهم بال 30 20 30 مليون يورو دول باعهم بما يقرب من 200 و300 مليون يورو. برضو عندنا الاكاديميات دايما وابدا واحده من وجهه نظري من عوامل نجاح اي نادي كبير في تحويل المجهودات اللي بتتعامل مع اللعيبه الشباب الصغيره لفلوس. شفنا النهارده مثلا نادي بقاله 3 سنين اعتقد بقى يعني بنسمعه كتير، جيراسيون فوت، نادي الاكاديميه السنغاليه، هو نادي تابع لنادي فرنسي ستاد رين، ونادي بيتصرف عليه كتير جدا. شفنا حتى لعب في مصر هنا من حوالي سنتين، والنهارده النادي ده بيصدر لعيبه لاوروبا بالظبط بمبالغ كبيره. ده بسبب ايه يا كابتن اسلام؟ بسبب النهارده الكوره تحولت لبزنس. فالبزنس ده بقى في كذا توبيك، في توبيك الاكاديميات، في توبك بيع وشراء اللاعبين. انا ممكن النهارده انا ابقى نادي استثماري، مثلا دايما بقول ان نادي فالنسيا حافظ على نفسه في اسبانيا وفي الدوري الاسباني منذ التسعينات
ورغم كان عندهم ازمات اقتصاديه كتيره بسبب انه جه خد قرار قال انا هصدر اللعيبه بتاعتي. نعم. انا هخلق لعيبه واصدر. انا ولا بنافس ريال مدريد ولا بنافس برشلونه وانا مش في نفس الرانك بتاعهم ومش عايز. انا هبدا اطلع لعيبه صغيره وابدا ابيعها سواء داخل اسبانيا او خارج اسبانيا عشان اقدر اعيش واكسب واخلي دوره راس المال تلف بالشكل الطبيعي وافضل عيب. انا شايف النهارده بصراحه ربما اعتقد في الحلقه اللي كانت معايا كتير الانديه الفرنسيه بقت من اكثر في وجهه نظري الشخصيه اكثر الانديه نجاحا في العالم في مساله التسويق اللاعبين سواء اللعيبه او الاكاديميات. برضو ايمن انا محتاج اعرف متى يمكن ان نجد ارقام يمكن البناء عليها خلال الفترات اللي جايه. يعني انا عشان اتكلم في الموضوع ده عملت ايه؟ قعدت مع عمر ومع هشام ومع حاتم واتكلمنا في هذا الامر. احنا عايزين نتكلم في الموضوع ده فنقعد. فهنوصل للارقام ازاي؟ من خلال سوشيال ميديا مظبوط او من خلال جوجل او من اي حاجه صح؟ صح. فبالتالي انا هيكون عندي ارقام اساسيه اقدر اتكلم فيها او شكل اقدر اتكلم فيه. امتى في مصر؟ هل انا دلوقتي لو بحثت عن اقتصاد كرة القدم في مصر هل من الممكن ان انا الاقي ارقام؟ صعب جدا. حتى كابتن اسلام ممكن تلاقي مثلا حاجه تخص النادي الاهلي بصفه اموره مثلا معلنه بشكل ما الى حد ما نادي الزمالك. لكن لو هتتكلم على الاقتصاد بشكل عام الانديه في مصر بتكسب بتخسر، الكره في مصر بتكسب او بتخسر، مش هتقدر تقف على حاجه لان مفيش زي ما نقول كده نظام متبع او في لوائح معينه او في خبراء اقتصاديين شغالين على الملف ده سواء في الأندية أو في الاتحادات. هنتكلم في الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص. النهاردة وإحنا في هو 2022 خلاص بنخلص داخلين 23، الأندية مش بس مصادر دخلها ممكن يبقى بيع وشراء اللاعبين زي ما كريم قال، لا ده في الديجيتال نفسه اللي هو الأندية، الصفحات بتاعت الأندية على السوشيال ميديا بتدخل لهم مبالغ. في أندية بتدخلها مبالغ طائلة. النهارده ممكن يجيب لاعب، مجرد لاعب مثلا من آسيا، لاعب من أفريقيا، لاعب من مكان معين عشان يستفيد من حجم شعبية هذا اللاعب ويخلي إن البلد مثلا عنده لو فيها ملايين السكان مثلا يتابعوا النادي ده او يتابعوا الفريق ده ويشتروا التيشيرتات. محمد صلاح اللي احنا حطيناه بالظبط. يعني تخيل، بقول لك يعني انت لو عندك هنا، انا اسف ان انا قاطعك، ولكن عشان هي دي ارقام حقيقيه من الدوري الانجليزي مطلعها مش انا، ان محمد صلاح لما او ليفربول لما بيبقى بيلعب 85% من هنا في مصر، 85% من المصريين او من اللي بيتفرجوا او اللي بيتابعوا الدوري الانجليزي بيتفرجوا على نفس العدد. 80% فقط لو الدوري، لو مباريات الدوري المحلي شغاله 80% بيتفرجوا، ولو مباريات الدوري الانجليزي 85% بيتفرجوا. اه طبعا على الدوري الانجليزي على ليفربول. ده اصلا شقه ليفربول. يعني محمد صلاح نفسه قال كلمه في احد حواراته قبل مباراه مانشستر يونايتد، قال انا في مصر كان معروف ان الشعبيه الاكثر مانشستر يونايتد وارسنال، لكن لما انا بقيت موجود في ليفربول شعبيه ليفربول في مصر كبر. فهم نفسهم واخدين بالهم من حاجه زي وبيلعبوا على الموضوع ده دلوقتي. ومحمد صلاح تم التجديد ليه بمبلغ كبير بسبب الكوره بس. صح. لا طبعا اقتصاديا كمان هو قوه كبيره جدا. النهارده الانديه اغلبها في اوروبا دلوقتي عندها صفحات معينه شغاله بسيستم على الشرق الاوسط ومصر، بيتكلموا باللغه بتاعتنا والافيهات بتاعت الافلام بتاعتنا وكل حاجه. ليه؟ عشان خاطر هو يجذب ان احنا نبتدي نشير ونكومنت عندهم، فده بالنسبه لهم استثمار. فهي المشكله زي ما نقول هنا كابتن اسلام في مصر ان مفيش سكيل واضح لموضوع الاقتصاد. النهارده احنا الحلقه اللي فاتت واحنا بنتكلم عن اللعب المالي النظيف لحد النهارده برضه ما عرفناش ايه اللائحه اللي تخص اللعب المالي النظيف والمراقبه. فمفيش مراقبه على شكل الاقتصاد بتاع الانديه. في الناس كلها يعني الناس كلها اتكلمت في هذا الامر، ولغايه امبارح ولا اول امبارح احنا بنتكلم في اللعب المالي النظيف واتحاد الكره ما بمجرد ان احنا بس فتحنا الموضوع يشوف يعني ساعه ولا اقل من ساعه كمان بالزبط. لكن حتى هذه اللحظه الناس بتتكلم فيه ومحدش قال لنا ايه اللي ممكن يحصل بالظبط. يعني كابتن اسلام يعني فهي الفكره لازم كل نادي يبقى عارف ايه دوره، هو يقدر يشتري، يقدر يبيع، يستفيد ازاي الشعبيه. النادي الاهلي مثلا النهارده الشعبيه زي ما كريم قال جمله مهمه، فكره توزيع الرعايه والبث والحاجات دي. بيبقى في بعض الدوريات في لوائح بتنظم ان في انديه بتتساوى، يعني في او في مبلغ مالي بيتوزع على كل انديه. لكن في الاخر انا اسف، هي قاعده واحده، هي قاعده لما تيجي تبص لها في كل الانديه هي قاعده واحده. القاعده دي ممكن تطبق في الدوري الانجليزي على 6 انديه صح، في الدوري الاسباني على 3 انديه فقط. في الدوري المصري لما تيجي تطبق هذه القاعده الاقتصاديه، عشان كده لما كنا بنتكلم
السنه الاسبوع اللي فات لما كنا بنتكلم في موضوع اللعب المالي النظيف، كنا بنقول لاتحاد الكره يا جماعه هاتوا اقتصاديين يتكلموا في هذا الامر، مش اسلام ولا كريم ولا ايمن ولا جيمي ولا ثابت، لا احنا عايزين ناس بتتكلم في الاقتصاد. انا ارقام وقدرت اتكلم فيها مع الناس النهارده يعني، فعشان كده انا بقول لك انه الموضوع مختلف. طب هل احنا نقدر نحسب ان الانديه في مصر بتبيع تيشرتاتها ازاي؟ هل نقدر نحسب او نسيطر على فكره التيشرتات الاصليه بتتباع عامله ازاي والتيشرتات المقلده عامله ازاي؟ هل نقدر نشوف المنتجات اللي بتحمل شعارات الانديه وهي بتتباع؟ الحكومه بدات في تطبيق نظام او استراتيجيه الملكيه الفكريه بدايه من العشر ايام فاتوا او حاجه، ودوله رئيس الوزراء اعلن هذا الامر، وبالتالي ممكن النادي الاهلي بدا في هذا الامر من فتره. لا انا اقصد ان لو في ارقام بقى واضحه تقدر النهارده تسيطر تقول لا النادي مثلا. وحضرتك بتتكلم احنا معانا صور لمبيعات القمصان الاصليه المفروض انها الاصليه يعني، بايرن ميونخ في الصداره، ريال مدريد، ليفربول، بص كلهم الانديه هتلاقي الانديه دي بعيدا عن ان هم ليهم قاعده كبيره جدا جوه بلادهم، لكن هم كمان منتشرين في العالم كله. فالنهارده ريال مدريد كل الناس تشتري تيشيرت ريال مدريد اول ما بينزل، ليفربول وهكذا. لا رقم بس قول ايمن عشان برضه رقم بايرن بيع 3 مليون وربع تيشيرت في 2021. يعني لو التيشيرت مثلا بايعه ب 100 يورو بس خلي بالك هي بتدخل فيها نسبه الشركه الراعيه. بس ما هو في الاخر انت بص الرقم هنا كام. هنا برضو حاجه، هنا مسؤوليه المشجع، العقليه الفنيه. سلم عليا سلم عليا برافو عليك، لان انا لسه كنت هقول والله بجد لسه كنت هقول مسؤوليه المشجع بس ده مش الماني بس وعقليه المشجع اللي لازم في العالم. بقول لك النادي الاهلي مش الماني هناك الراعي اديداس والشركه الالمانيه. ما تتكلمش على الاحصائيه دي، ما تتكلمش داخل المانيا بس، الاحصائيه دي شامله بيعت تيشيرتات في العالم كله. بس انت هناك كمشجع للبايرن ميونخ هنا دور جمهور النادي الاهلي، وجمهور النادي الاهلي دايما ما بيتوصاش في الحاجات دي بصراحه. بس ان انت بتشتري التيشيرتات بالشكل ده بتفرق. يعني بايرن ميونخ اهو 3.5 3.25، ريال مدريد الثاني، ليفربول، مانشستر يونايتد، يوفنتوس، برشلونه، يعني الترتيب واضح. انا ممكن اقفل الحته دي بحاجه كابتن اسلام، يعني في حته في الجزء ده تحديدا لعبه الفيفا مشهوره جدا الكترونيا، البلاي ستيشن، البلاي على البلاي ستيشن حتى الان واحنا في 2023، واللعبه دي لو بنلعبها من ايام الدوس سنه 96 و94 الحاجات دي حتى الان لحد دلوقتي الدوري المصري مش موجود رسميا فيها، وكان طبعا في اصدارات معينه نزل مره رسميا. امتى تقدر تجاوب على السؤال ده؟ لا المره اللي لعبتها فيها سنه 2000 وكان باتش الصراحه سنه 2000 ما هي سنه 2000 السنه الوحيده اللي الفيفا نزلت فيها الدوري المصري بشكل رسمي. اشمعنى سنه 2000 يعني؟ انا الامانه لعبتها وقتها ربما كان ساعتها يعني منتخب مصر لعب كاس القارات 99 واللعبه كانت بتحاول انها تخش شويه اصلا، بس دي المره الوحيده خلاص ما دخلوا مش دخلوا دخلوا ودخلوا لكن دلوقتي يا كابتن اسلام الدوري السعودي موجود دوري جنوب افريقيا موجود. ليه الناس دايما بتسال تقول لك هل الدوري السعودي مثلا اقوى، هل الدوري جنوب افريقي اقوى، هل في مبيعات؟ لا الناس هناك بتشتري اللعبه فبتلعب، فبناء على المبيعات دي هو حط له لعبه غاليه قوي. ما انا السنه دي ب 1200 جنيه كتير كتير قوي. ناخد من احمد بقى ناخد من 200. طيب مش هقول بتوع ايه ال 200 بعدين دلوقتي خالص، ما ينفعش دلوقتي خالص. طيب احنا بنتكلم على التيشيرتات، بمناسبه التيشيرتات الاصلي انت بتبيع ب 500 مليون يورو على مستوى العالم لكل الانديه، 500 مليار او 500 مليون مش فاكر، هتقولي اعتقد 5 مليار. لا مليون. لا اصل الثانيه التيشيرتات الغير اصليه المقلده اعلى طبعا، 1.7 من 10 تريليون طب تريليون طب الرقم ثلاث اضعاف الرقم. على فكره النادي الاهلي في الفتره السنين الاخيره الصين كسبانه من كام منهم بقى؟ الصين طبعا واخده 1.7 من 10 مليار اكيد، يعني الصين كسبانه مثلا اعتقد اكتر من نص بس من المبلغ. للامانه في اخر 3 4 سنين يا كابتن حجم سوق الملابس الرياضيه، بقى اللي هي الماركات الكبيره بقى، البراندات الكبيره بقى اللي هي كذا وكذا 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 دي 479 مليار و6 من 10 دولار لغايه 25. ده المتوقع. المقلده كام؟ 1.7 من 10 مليار او تريليون دولار، ثلاث اضعاف الرقم. عشان كده بقول لك كابتن اسلام النادي الاهلي الفتره اللي فاتت الكام سنه الاخيره، والامانه الشركات اللي الاهلي كان بيتعاقد معاهم في موضوع الملابس كانوا بيقولوا حاجه جميله جدا انا بشوفها ذكيه، ان هو كان بيعمل ثلاث فئات من التيشيرتات.
عشان تتناسب مع النادي الاهلي شعبيه كبيره في اللي عندهم قدره ان هم يدفعوا مبلغ معين للتيشيرت، في اللي يقدر يدفع مبلغ بسيط، فكان الثلاث فئات دي بتسهل ان هو يسيطر الى حد ما على ان انت، لان انت هتلاقي التيشيرت الاصلي بتاع النادي الاهلي مثلا بمبلغ ب 190 جنيه، لو رحت جبت مقلد هتلاقيه برضه ب 100 ومش عارف، هتروح فانت بنفسك هتحس ان انت هتروح تشتري اللي هو الاصلي تبع الشركه. فده اعتقد كان من الحاجات الكويسه، اتمنى ان الفترات اللي جايه يبقى في افكار زي كده. صدقني يا كابتن اسلام الموضوع هيفرق جامد مع الانديه وهيفرق جامد طبعاً مع الكره المصريه. انا مصدقك على فكره. انا عامل الحلقه النهارده عشان هم ما بيردوش علينا، فحضرتك اللي هترد. انا عامل الحلقه النهارده ليه؟ علشان نتكلم على او نقول للانديه يا جماعه، بدل ما انت بتتخانق من هنا وبتروح تستلف من البنك ده وتستلف من البنك ده، حاول تخلص او اسمها ايه، حاول ان انت تشتغل على موضوع الموارد بتاعتك تطوير الموارد بتاعتك، تطور من ادواتك بحيث ان انت تقدر تبيع وتقدر تشتري وتقدر تاخد، تقدر بدل ما تدفع مليون تدفع 2 و3 و4 عشان يجي لك عليهم 10 و20. طيب اين نحن الان من ملف الاستثمار الرياضي في كره القدم؟ والله هو احنا عندنا دوري قوي، بس ما عندناش يعني سيستم ماشيين عليه. لازم اولا الانديه تكون كلها شركات كوره، يعني لازم يكون في كل الانديه في شركات كوره عشان انا اقدر اعمل سيستم، ويكون في سيستم وفي نظام. الحاجه الثانيه لازم اغلب الانديه يكون عندها ادارات تسويق، طبعا ادارات التسويق دي هي اللي هتبقى مسؤوله عن التسويق والحساب الاموال اللي داخله والاموال اللي خارجه. خليني اقول لحضرتك، بما ان احنا بنتكلم على الاستثمار الرياضي، خلينا اقول لحضرتك ان البرازيل كره القدم فيها 5% من اجمالي الدخل القومي، يعني الدخل القومي الاقتصاد بتاع البرازيل 5% منه من كره القدم. البرازيل كريم كان بيتكلم على فرنسا، البرازيل هي الاكثر، البرازيل اكثر دوله في العالم بتصدر لعيبه، البرازيل رقم واحد مصدره في الاحصائيه دي لسه طالعه في شهر 5، مصدره محترفين بره البرازيل 1219 لاعب. الدوله الثانيه فرنسا 978 لاعب، الأرجنتين 815، إنجلترا 525، ألمانيا 441. فأنت بتتكلم البرازيل وفرنسا أكتر دولتين بيصدروا لعبتهم بره. خلينا أقول لحضرتك كمان إن الاقتصاد بصفة عامة في الكورة دلوقتي، أنت حوالي 7 مليار شخص حوالين العالم، منهم مليار بيشتغل أو بيحصل على دخل من خلال العمل في الرياضة، سواء بقى في كرة القدم، سواء في الاستادات، في المجال الكروي بصفة عامة. فده رقم كبير جدا، احصائيه اتعملت برضو في احد المواقع العالميه ان نسبه كبيره، ان ده نتيجه برضو بيتكلموا على الاقتصاد. يعني النهارده الدوري الانجليزي يعني ايه الدخل وايه الفلوس والمكاسب اللي موجوده دي؟ النهارده الاقتصاد الانجليزي داخل الاقتصاد 7.6 مليار استرليني مساهمه بس في ضخ الاقتصاد. اهو قدامنا الارقام، 7.6 ده ضخ للخزنه العامه في الاقتصاد. خيال. في البريطاني رقم كبير جدا، رقم كبير. تخيل ولا مش يعني 7.6 مليار. لا، الحاجه الثانيه 3.6 دي اللي هي الضرايب. الضرايب دي اللي هي ايه؟ ضرايب دخل اللاعبين، ضرايب دخل المدربين، القيمه المضافه. يعني ايه النهارده لما انت بتجيب لاعب، اللاعب ده مثلا عقده بكذا 30 مثلا مليون، 12 مليون، بتاخد ضريبه، بتاخد ضريبه. فالضرايب دي بتدخل جوه الاقتصاد بتاع السياحه. الحاجه الثانيه الوظائف. النهارده في الدوري الانجليزي 94,000 وظيفه ثابته تم توفيرهم من خلال الدوري الانجليزي، يعني بيوفروا وظائف عمل. نسبه نمو الاقتصاد في الدوري الانجليزي من سنه 98، نسبه النمو وصلت ل 840%، يعني نسبه نجاح ساحق من خلال الدوري الانجليزي. تحولت الى صناعه اسمها كره القدم الانجليزيه. خلينا اقول لحضرتك كمان ان بالاضافه للارقام دي، النهارده في القوى الناعمه. القوى الناعمه يعني ايه؟ النهارده كلنا قاعدين بنتابع الدوري الانجليزي، كلنا قاعدين بنشوف المواقف، نقول مثلا ان الاستاد قريب من الملعب، نقول ده مش عارف موقف كذا، ده والله ده انجلترا دي دوله كويسه. فانت ده القوه الناعمه، ان انت بتتكلم على الدوري، بتتفرج على ماتشات كتير وبتتكلم على الدوري بشكل كويس. كذلك برضو عدد المتابعين، النهارده محمد صلاح تم استخدامه في اعلان للدوري الايطالي، رغم ان هو دلوقتي في الدوري الانجليزي لبسوه تيشيرت روما وحطوه معانا يمكن الخبر لو استعرضناه كمان. كذلك زي ما حضرتك قلت ان النهارده بالنسبه للمتابعين المصريين بقت متابعات الدوري الانجليزي اكتر من الدوري المصري، يعني 85% مقارنه ب 80%. عملوا احصائيه بتقول ان وجود محمد صلاح في الدوري الانجليزي، عدد المتابعين في البريمير ليج زاد 2 مليون متابع.
2 مليون متابع مصري. فدي وجود محمد صلاح. فانت النهارده عندك واحد زي محمد صلاح انت برضو مش مستغله كاعلان مثلا على في الدوري المصري. يعني اما الدوري الايطالي اللي هو اصلا مش ايطالي وحاطه كاعلان، انت ممكن برضو محمد صلاح يعمل اعلان للدوري المصري؟ اعلان يعني ما هو الدوري الايطالي. طب هات اعلان الدوري الايطالي وهيلبسوه الجاكيت ده اللي انت لابسه. لا لا يعني انت بتستخدم واحد زي محمد صلاح ده، ممكن توديه مثلا منطقه سياحيه تقدر من خلاله ان هو تعمل دعايه، بتوديه الاهرامات، بتوديه الغردقه، بتوديه اي حته في مصر من خلالها، بيقدر يعمل من خلالها دعايه ان الناس كلها النهارده محمد صلاح ده يعتبر يعني واحد من اهم الناس الموجوده دعايه في مصر ان انت تقدر تستغله. فده برضو وجوده، اعتقد ان وجود لعيب زي محمد صلاح في الفتره دي صعب ان هي تتكرر. مزبوط. احنا كنا بنتمنى وجود لعيب زي محمد صلاح، كنا بنشوف مثلا لعيب بيلعب في دوري ابطال اوروبا في دور ال 16 كنا بنفرح، لعيب جاب جون في دوري ابطال اوروبا، لعيب لعب قدام ريال مدريد. النهارده عندك لعيب بالشكل ده الناس كلها بتعشقه في انجلترا، مفروض يتم استخدامه. نرجع بقى للدوري المصري وازاي يتم تطبيق الكلام ده، اعتقد ان لازم يكون في لجان تسويق، لازم يكون في تسويق في الانديه، يكون ناس متخصصه في التسويق تكون شاطره في الحته دي. شركات تسويق متخصصه تقدر خلالها تحسب المكاسب اللي خارجه، سواء من خلال الايرادات، من خلال المكاسب اللي هي البث، الرعايه، الملابس، حقوق بيع المباريات. حتى كان في بند برضو معانا في بعض الصور ان هي قريتها هنا، ان يعني نسبه النجاح في حضور المباريات في فتره كورونا خسرت الاقتصاد كتير جدا. يعني اهي حضور الماتشات هم عاملين ايرادات الانديه في العالم كله، فمن نسبه ايرادات الانديه في العالم زي البث التلفزيوني وزي بيع التيشيرتات حضور المباريات. النهارده برضو دي حاجه احنا مفتقدينها بصراحه، محتاجين نزود شويه الاعداد بقى في السنه الجديده في الدوري الجديد. على الاقل الضعف، انا اللي انا فاهمه انه على الاقل الضعف. بتفرق مع الانديه، النهارده لما الانديه بيخش لها مثلا 2000 النادي الاهلي عدد جماهيره مثلا كان بيخش له بال 50 وبال 60 الف في مباراه افريقيا، لما بيخش له المباريات دي بتفرق كتير. انت النهارده بيخش لك 2000 ونص. وده عم ده احنا في التمرين، ايامنا احنا في التمرين كان بيخش لك 50 و 60 الف عادي. ايام التتش يعني ما كنا عم نتمرن، لما تيجي ماتش مباراه صعبه ولا حاجه ولا بتاع بتلاقي 50 عدد كبير. ماتشات الدوري ابطال افريقيا تحديدا كان بيبقى ماتشات الترجي استاد القاهره، ادي الارقام هي اكثر الانديه تحقيقا لخسائر ماليه نتيجه الحضور الجماهيري في فتره كورونا، يعني عدم وجود فتره حضور جماهيري في فتره ده اكيد بالماتش الواحد. الماتش الواحد مليون في الميه. توتنهام، تشيلسي، ساوثهامبتون، بيرني، مين كمان؟ مانشستر سيتي. مانشستر سيتي ماتش ارقام كبيره جدا، ارقام بتسمع وبيحضر، يعني كده الجمهور بيحضر بس مش بالساعه الكامله عشان ده في الوقت ده. طبعا النقطه دي هنا يا كابتن مهم عشان برضو وجيمي يشرحها، ثقافه التذكره الموسميه طبعا في اوروبا. قصه ثانيه. في اوروبا على فكره برضو النادي الاهلي ابتدى عمل لا عمل بدايه دخولي للاستاد كنت بدفع ال 100 جنيه ولا 150 جنيه تذكره موسميه احضر بيها الماتشات اللي بينظمها النادي الاهلي. بدايه الالفينات من ضمن الامور الخاصه في هذا الامر، ومن ضمن الامور اللي دايما بيعتمد عليها كثير جدا من الانديه هي البطاقات الموسميه كل سنه. هل ما اصل الناس، ما انا برضو الناس بتزعل مني او بيفهموا كلامي غلط لما بقول يا جماعه ما هو النادي الاهلي اللي عمل كده، مفيش انديه ثانيه كتير عملت كده. اقتصاديه كره القدم، خلينا نتكلم عن النادي الاهلي. يعني خلاص خلينا اقول ان النادي الاهلي عمل تذاكر موسميه وبالتالي هو ده صحيح. اتفضل. ما هي التذاكر الموسميه دي يا كابتن من ضمن الروافد بتاعه الاقتصاديه كره القدم. دايما الناس بتركز على اللعيبه وعمليه شراء وبيع اللاعبين، وانا حققت مكاسب قد ايه وخسائر قد ايه. التذاكر الموسميه هي واحده من الروافد اللي بتحقق دخل للانديه. النادي الاهلي عملها في فتره لكن ما شهدتش توسع كبير، ما تمش توسعتها بشكل كافي، يمكن كان اغلبها بيتم على صعيد الاعضاء، اغلب المشتريات، ما بقولش ان هي كانت مقتصره على الاعضاء لكن كان اغلب اللي بياخدوا التذاكر الموسميه. في نقطه بس كان يعني غصب عن النادي يعني خارج ارادته ان كورونا. في وسط في وسط ما بيع التذاكر الموسميه وصل فوق نظر الكوميتوس في موسم 2009 2010 جه بعديها طبعا الاحداث السياسيه خلت طبعا في تراجع في موضوع كبير في الرياضه طبعا. ففكره التذاكر الموسميه واحده من الروافد ده، رافد مهم جدا جدا. اظن انه لما يبتدي خاصه مع نادي بحجم الجماهيريه والقاعده الجماهيريه بتاعته زي النادي الاهلي بالملايين، اعتقد ان مهما كانت النسبه حتى ولو كانت قليله هتشكل رافد مهم جدا من ضمن المداخيل لما اجي اتكلم على الانديه المصريه. يمكن واحد من الروافد المهمه للناس دايما لما تقول كلمه اقتصاديات بيقتصر الامر على بيع وشراء اللاعبين. يمكن انا متفق معاك جدا يا كابتن لما تيجي تقول انك لما تيجي تدور على ارقام
فيريفايد او ارقام موثقه لاقتصاديات الكره المصريه صعب جدا 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 انك تلاقي رقم يمكن مرانا حبني ازاي. ما هي انا عندي مشكله في انا بصراحه بجد انا عندي مشكله. وانا الحقيقه دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه واحد من الناس اللي بتهتم بهذا الامر بشكل كبير جدا، وانا بدعو الدكتور اشرف صبحي ان هو ينظر الى هذا الامر بشكل او باخر، لانه يجب ان يكون عندنا ارقام. يمكن وزاره الشباب والرياضه هي الحاجه الوحيده اللي ممكن تاخد منها ارقام بجد على فكره، دي حقيقه ممكن تاخد منها ارقام، ولكن عايزين نتوسع في الموضوع ده اكبر يا جيمي، لانه ما هو انا عايز ابني الفتره اللي جايه لازم اخد ارقام. يعني انا الارقام اللي عندي اللي احنا جبناها النهارده ممكن السنه الجايه هتختلف طبعا، السنه اللي بعدها هتختلف يعني، او نبدا من جزئيه كذا عشان نوصل لكذا. وخلينا كابتن اقول لك انه الرقم الوحيد بعد بحث واستقصاء طويل، يعني الرقم الوحيد الموثق اللي لما دورنا لقيناه هو رقم بيع وشراء اللاعبين، خروج اللاعبين ودخول اللاعبين للدوري المصري بعيد عن العناصر المحليه والعقود الداخليه. بتكلم على انتقال عناصر خارج الدوري المصري تخرج لانديه خارجيه، او عناصر اجنبيه جايه للدوري المصري. ده بيبقى مكتوب بره على طبعا موجود على سيستم. ده الرقم الوحيد. الرقم تقريبا كات، الرقم تقريبا متعادل. بنتكلم في العقد الاخير من سنه 2010 ل 2020 بنتكلم على 854 لاعب اجنبي دخلوا الدوري المصري. الدوري المصري تكبد 101 مليون دولار، وطلع لاعبين خارج الدوري المصري استفاد بيهم الدوري المصري 111، فتقريبا كانت الرقم متعادل. لكن ده بيبين لك قد ايه الرقم كبير، ده رقم كبير مش رقم صغير. انا بتكلم على عنصر واحد من عناصر اقتصاديه الكره، بتكلم على 100 مليون دولار في 10 سنين. وفي وقت الارقام بتتصاعد، يعني حضرتك قلت انه لو جيت عملت ابديت على الرقم ده هلاقي ان الارقام والعقود مليون في المية هتتصاعد طبعا الارقام بتتصاعد من وقت للتاني. فدي نقطه مهمه جدا جدا انه لازم يبقى في شويه رقابه. هل احنا نحدد الوجهه؟ هل احنا كانديه او كمنتخبات بنبحث عن الاستفاده وتعظيم من مداخيل اقتصاديات كره القدم من خلال تسويق اللاعبين والخروج؟ اللعيبه اللي بتخش والكواليتي اللي بتخش والارقام اللي بيتم دفعها فيها وتكبين خزائن الانديه المصريه، وبالتالي هي معظمها انديه حكوميه، فبالتالي تكبيد خزائن الدوله بتكلم على 100 مليون دولار في العشر سنين الاخيره. نقطة تانية عشان نخرج من نقطة بيع وشراء اللاعبين، نقطة تانية مهمة جدا اللي هي تسمية الملاعب. ويمكن النادي الأهلي كان ليه الريادة أيضا في ملعب السلام، وإنه قدر إنه يستفيد الأهلي والسلام قدر إنه يستفيد من خلال التسمية. يمكن أكبر الأمثلة العالمية اللي الناس كلها عارفها يمكن السيتي بيتقاضى 17 مليون يورو في الموسم الواحد نتيجة التسمية استرلين. وفي ملعب جلاتا سراي في تركيا 9.7 بنتكلم على ملعب اعتقد ده اللي بيسعى النادي الاهلي ليه خلال الفترات القادمه ان شاء الله، اللي هو يبقى عنده ملعب ويستفيد ملعب من هذه التسميه بالزبط. في مقابل الحصول على مداخيل فقط من مجرد التسميه، ده غير انشاء والاستفاده من حجم الاعلانات والتسويق والرعايه. في نهايه لما نيجي نتكلم على قصه التسويق، اصل احنا كلنا يا جماعه معلش انا هقول لكم على حاجه مستنيين كلنا بنعمل الاهلي اس سي كلنا عمالين نعمل كده على التليفون كل شويه بيظهر لنا لودنج فبيظهر لنا حاجه عشان كلنا مستنيين الفيديو كلنا مستنيين الفيديو فعشان كده تلاقوا كل التليفونات النهارده كله عاملها كده علشان تعمل. فانا بتاسف لكم مره ثانيه، اتفضل يا عم. ايضا قصه الاكاديميات اللي كان اتكلم عليها كريم وضرب مثال بجنراسيون فوت وخروج بعض اللاعبين، برضو بعض الامثله للاعبين ساديو ماني هو المثال الابرز. يمكن رحله ساديو ماني من جنراسيون فوت طولت شويه، هو من 2011 2012 لحد ما انتهى بيه المطاف وخروجه من ليفربول لبايرن ميونخ. لكن في امثله ثانيه، بابي صار واحد من اللعيبه، اسماعيل صار اللي خرج كمقابل مادي بسيط جدا برضو من جنراسيون فوت دايما الوجهه الاولى لان عندهم شراكه معاهم هو ميدز، وبعديها بيبتدي يتدرجوا لحد ما وصل ميدز ببلاش، بعديها راح واتفورد 30 مليون استرليني. وامثله كتير جدا. يمكن عندنا في مصر لما نيجي برضو نتكلم على نفس التقرير اللي كان اتعمل الخاص بالمداخيل واللعيبه اللي خرجت من مصر او دخلت مصر بالعمله الصعبه، سواء باعوا لانديه خارج مصر او داخل مصر، بتكلم على نادي وادي دجله كان واحد من الانديه اللي ظهرت في التقرير ده ليه رقم مهم جدا، طلع 52 لعيب في العشر سنين الاخيره لخارج مصر. لكن هنا وهقف عند النقطه دي عشان الناس تحط الامور في نصابها. لما جيت اتعملت اكبر موسوعه عن اقتصاديات كره القدم عملها سايمونز وستامينسكي لما عملوها من سنتين، قال لك انه لازم افرق قبل ما ابتدي اتكلم على الاقتصاديات. في ايتم مهم جدا دايما بنقعد نتكلم فيه مع الناس بتشوفه شويه ان هو احنا بنحاول نوجه امر الاستثمار انه صعب. قال لك انه اصعب معادله
في هذا الامر النادي اللي بيدور على بطولات وعايز يعمل مداخيل كبيره ده اصعب بالزبط. معادله لانه سهل جدا انك تعمل نموذج الاستثماري ان انت نادي بتفرغ زي بعض الدوريات في اوروبا زي الدوري الهولندي الدوري البرتغالي الدوري الفرنسي انك تطلع لاعبين لكن انت على الصعيد القاري او الصعيد العالمي ما بتساهمش قوي ما عندكش انديه كبيره يمكن بي اس جي استثناء لاسباب او لاخرى لكن لما تيجي نتكلم عليه بقى على الصعيد المحلي سهل جدا ان انت تبقى عندك امثله موجوده انديه تقدر تفرغ لاعبين من خلال قاعده الناشئين او من خلال الانديه اللي موجوده لكن صعب جدا انك تعمل البالانس ما بين الاستثمار وما بين العوائد الا في امثله محدوده جدا جدا على مستوى العالم وده برضو بلغت ارباح الدوري البرتغالي من بيع وشراء اللاعبين مليار و204 مليون يورو اخر خمس سنوات فبرضو ارقام كبيره جدا بنسمعها احنا ليه بنقول لحضراتكم هذه الارقام وهذه الـ الاحصائيات علشان حضراتكم تعرفوا ان احنا او النادي الاهلي دايما بيحاول ان هو يصل الى كل هذه الامور من خلال ايه شركه الناس كلها تقعد تقول لي عم انتوا شغالين دماغكم بشركه الكوره وشركه الكوره دي مش عارف ايه الاساس في كل اللي حضراتكم شايفينه ده ان انت لازم يبقى عندك شركه كوره تستطيع ان تدير الرياضه او يعني يبقى عندها حد بيدير في الرياضه وعندها حد بيدير في الارقام والتكنولوجيا والديجيتال وكل حاجه والا مش هنكبر والا مش هنكبر لا وحاجه تانية ممكن يجي وقت تبقى عامل زي الديناصور تنقرض خلاص ليه برافو عليك حجمك ما بقاش مناسب للستايل اللي للعالم طالبه زي بالظبط كده بالظبط زي الموبايلات او مش قادر تتكلم زي الموبايل بيقعد معاك 4 سنين تيجي الشركه اللي انت اشتريت منها بتيجي تقول لك ايه اعمل ابديت للسيستم بتاعك 4 سنين ده 4 دقايق اعمل ابديت يقول لك اعمل بيجي يقول لك ايه عملت ابديت طيب خلي بالك بقى الفيرجن اللي معاك دي يا حبيبي اخر حاجه ليها 1.6 ده خلصنا عشان تنزل 2 الجديد لازم تشتري الموبايل بتاعك الجديد وبالتالي بيعملوا هنا خلي بالك يا كابتن اسلام ده مهم جدا لدوره أيوة راس المال هي دي اللي بتخلي الدنيا تمشي انا بقى لي قد ايه لحضراتكم على الموضوع ده بقى لي 4 ايام 5 ايام قايلين لكم تقريبا على هذا الامر علشان نقدر ندرس كلنا بندرس الموضوع بشكل جيد ليه لانه في الاخر انا كل ما اقعد مع حد هم معظمهم ما بيشجعوش الاهلي بصراحه ما بقاش ما اكذبش عليكم لكن انا برضو حبيت اقول للناس يعني ايه شركه كوره من خلال موضوع بعيد شويه لكن كل اللي حضراتكم سمعتوه النهارده في هذه الحلقه انا شايف ردود الافعال جيده جدا على السوشيال ميديا بشكركم طبعا عليها لكن كل اللي حضراتكم شفتوه كل الارقام اللي عملها اللي عملتها الانديه الاوروبيه ريال مدريد وبرشلونه وكذا وبايرن ميونخ وكذا 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 من خلال ايه يا فندم من خلال شركه لكره القدم طبعا. تستطيع ان تدير من خلال هذه الشركه يعني الفترة الأسبوع الجاي إن شاء الله هشتغل مع حضراتكم على شركات الموديل بتاع شركات كرة القدم في العالم كله أعضاء مجلس الإدارة اللي فيها رؤسائها وأعضاء مجلس الإدارة اللي فيها عاملين إزاي عشان تعرفوا ليه كل واحد من أعضاء مجلس إدارة شركة الأهلي مثلا موجود هل التكنولوجيا ليها دور ليها دور وليها دور كبير جدا زي ما كريم قال هيجي الفيرجن ده لو حضرتك ما حطيتوش شكرا اللي بعده لا اركي موبايلك بقى يعني خلاص انت حجم الشغل بتاعك هيبدا يقل زي احنا كنا بنتكلم عن الانديه الجماهيريه وانديه الشركات مزبوط. في التسعينات احنا عارفين اكبر الانديه في مصر الاهلي الزمالك الاسماعيلي غزل المحله المصري الاتحاد الاولمبي كلها انديه جماهيريه بتطور الكوره والفلوس بقت كتيره قوي خلاص في انديه ما قدرتش تعيش وما قدرتش تتواكب مع النظام الجديد وبدات تندثر وبدات تروح خالص خارج الطور. بس انا عايز اكمل حاجه يا كابتن اسلام جامي قالها ونقطه مهمه قوي نقطه الاكاديميه بعد الفصل طبعا لا لسه عشان هطول عشان هطول طب بما ان كريم هيطول واحمد لابس الجاكيت فنطلع فاصل زهري نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى الشوت اللي فات ده عجبني بما انه فيه 10 نجوم فبالنسبه لنا بيبقى شوت جميل جدا 10 نجوم دائما ان شاء الله يبقوا ال11 ان شاء الله 2 4 6 8 10 مظبوطين 10 نجوم وبالتالي ان شاء الله ال11 تبقى في السنه القادمه بما اننا بنتكلم عن الاكاديميات او ده الجزء اللي انت كنت عايز تتكلم عنه دور الاكاديميات في تطوير الموارد الماليه تطوير الموارد الماليه وفي نفس الوقت تطوير المواهب الفنيه طبعا
الجزء ده كابتن اسلام مهم جدا جدا جدا، وخصوصا كمان ان هو في مصر بصراحه انا شايف ان هو مزدهر قوي قوي في السنوات الاخيره، بقى في كم هائل من اكاديميات كره القدم في مصر بتاخد مثلا براند من بره وتيجي تشتغل. وان كنت انا على مستوى الشخص ما بحبش بصراحه الشكل ده، لان هو في وجهه نظري ما بيطلعش مواهب، وان كان ممكن يكسب اصحاب الاكاديميه اكتر ما بيطلع مواهب. ولكن النادي الاهلي مثلا في كم السنوات، مثلا بتكلم من سنه من التسعينات وفي الالفينيات، كان بيعتمد على قطاع الناشئين بشكل كبير جدا، وكان بيطلع مواهب كويسه. وشفت مثلا كان الاهلي ماشي بالنظام اللي دايما احنا كنا بنسال عنه او بنعرفه، اللي هو نظام التلت 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 بالزبط. التلت ناشئين بالظبط. وكان حتى امام الجزيه يعني له تلت في المجموعه اللي في ال11 اللي بيلعبوا يعني بالظبط. ان لازم النهارده اختار من فريق الشباب عندي عنصرين او ثلاث عناصر يخشوا مع الفريق، او ما اقدرش مثلا انا اجي مره واحده اروح قايل ايه خمسه يخشوا مع بعض ويلعبوا. كان ساعتها ايامنا ايام ساعتها ايامنا يعني نعم ايام هذا وسام عاشور ومتعب عاشور واحمد يعني احمد السيد يعتبر قبلهم بشويه او بعدهم بشويه، لكن نعم. لكن انا بقى عايز اخد من اللي احنا بنتكلم فيه النهارده بعض الامثله، وانا ضربت المثل بتاع جنراسيون فوت، واشوف الاكاديميات اللي ماشيه على شكل لمسيه برشلونه. برشلونه ده في وجهه نظري افضل مثال لاكاديميات كره القدم اللي بتطلع مواهب. يعني طبعا انتوا عارفين في تصريح شهير لإنيستا قال فيه اسوأ يوم في حياتي يوم ما دخلت لمسيه. تصريح مشهور جدا جدا. طيب سالوه ليه انت اخترت اليوم ده اسوأ يوم في حياتك؟ قال عشان في اليوم ده خدوني من والدتي خلاص. لان اكاديميه لمسيه مش اكاديميه كوره زي ما الناس متخيله، لا دي زي المدرسه الداخليه، انت بتروح تقعد ست ايام ما بتشوفش اهلك غير يوم واحد في الاسبوع، هم متكفلين بيك رياضيا وتعليميا كل شيء. فاكاديميه لمسيه في وجهه نظري انت واهلك لمسيه دي كمان بالظبط، هي التجربه اللي بتقدر ان هي تثقل اللاعب. وعايز دايما نفتكر الاسم اللي انا هقوله ده، احنا كنا من فتره بنتكلم على فريق نوتشلاند اللي هو كان بينافس النادي الاهلي في ضم ابراهيم عادل من نادي بيراميدز، وفعلا هو والنادي يملكه الاستاذ محمد منصور. عندهم اكاديميه اللي هي اكاديميه رايت تو دريم، نفس فكره لمسيه ما حدش بياخد منها فلوس. وانا في وجهه نظري دي الاكاديميه اللي فعلا هنيجي بعد سنوات نقول دي طلعت لعيبه وعملت شغل كويس جدا، هم يمتلكوا نادي في اوروبا ومعاهم طبعا اكاديميتهم هنا في مصر وفي غانا وفي امريكا. هم مش فكره انك تروح تودي ابنك وتدفع له مقابل شهري، لا هو اللي بيختار. هي دي بقى الفكره اللي انا اتمنى انك تعمم، هي فكرة استثمارية ولكن نجاحها مش وقتي، لا نجاحها بعد شوية. ان انت تستثمر في اللاعب يا كابتن اسلام سنة او سنتين او ثلاث سنين وبعد كده بتبيعه بمبلغ. صحيح. يعني مثلا انا النهارده بختارهم مثلا بختار في السنة 25 لعيب بس بيلفوا مصر كلها، يختار 25 لعيب يصرف عليهم، بعد ثلاث سنين هوب طلع على الدنمارك، فيطلع على الدنمارك مثلا بمليون يورو. طب انت خلال ثلاث سنين هتصرف عليه مليون يورو؟ مستحيل. استحاله. طيب لما يطلع على الدنمارك ويلعب سنه او سنتين ويتالق يعمل ايه؟ زي الجنراسيون فوت، يبدا النهارده اللاعب اللي انا جبته وكلفني مثلا مليون يورو هوب ابدا ابيعه خمسة. بسبعه وتمانية، لا كان خمسه عشر ده سبعه وثمانيه وتسعه وعشره، زي ان شاء الله برضو هنشوف ابن حضرتك كده خلال ثلاث سنين او اربع سنين بيتباع من اسبانيا بمبلغ وقدره. ليه حاجه ادينا بس الخبر. فاللي عايز اقوله ان احنا محتاجين واحنا بنخطط لتطور الاقتصاديات لازم برضو الفكر نفسه يتغير. ما ينفعش النهارده افضل عايش بفكر بقاله 20 او 30 سنه واقتنع أو يعني اعتقد ان هو هيجيب لي فلوس زياده، لا لازم اتطور. طب ما هو ده برافو عليك، لانه برضو يا ايمن ما انا عندي مشكله هنا. لازم الجمهور في مصر والنادي الاهلي جمهور الاهلي لازم نبقى كلنا فاهمين مع بعض ان اقتصاديات السوق بتتغير. يعني ايه؟ يعني اللعيب حضرتك اللي بجنيه ما بقاش بجنيه. انت عايز تجيب لعيب علشان تكسب بطوله السوبر الافريقي اللي ثمنها او لما تكسبها هتاخد 11 مليون يورو، وبالتالي انت عشان تجيب لعيب من اوروبا او من افريقيا او من كذا او من كذا يقدر اللعيب ده يساعدك ويبقى الكواليتي بتاعه يبقى مختلف عن بقيه اللاعبين اللي موجودين، لازم هتبقى عارف ان انت هتدفع فيه كتير. صحيح طبعا مظبوط طبعا. طيب. وبالتالي هتبقى عندك
لازم يبقى عندك مدخولات او ايرادات اخرى زي تيشيرتات، زي بيع او الناشئين، بيع الناشئين او اعارات الناشئين زي ما انت عايز تحسبها تحسبها. لازم يبقى عندك ايرادات من من كل شيء، من البث، من الرعايه، من كذا من كذا من كذا، علشان تقدر تصرف على الناس او تقدر تجيب لعيبه كويسه في النهايه تقدر تجيب لك فلوس، تلاقي نفسك في نهايه السنه كسبان مش خسران. بالظبط يا كابتن اسلام، هي الفكره كلها ان حاليا مثلا لو بنتكلم، كنا واحنا في الفاصل بنتكلم عن قرعه بطوله العالم للانديه في كره اليد، وجود النادي الاهلي حاجه جميله جدا، بنفيكا ومدر السعودي واعطاء البطوله اربع مجموعات، الاول كل مجموعه بيلعبوا في السيمي فاينل، وان شاء الله يعني النادي الاهلي يبقى موفق في البطوله دي. ولكن هنا الفكره ان في السنين الاخيره الدنيا اتجرت جامد جدا، ان احنا بقينا نشوف كمان ان بقى في متطلبات ان انت ازاي تدعم الالعاب الاخرى في كل في كل نادي، بنتكلم عن النادي الاهلي، بلاعبين اجانب ومدربين اجانب. ما هنا النهارده هل كره اليد مثلا في مصر او كره الطايره في مصر او كره السله في مصر هي العاب بتدير ارباح للانديه ام لا؟ هي دي الفكره. هل النهارده في عقود رعايه معينه تخص او عقود بث معينه للنادي النهارده لما هجيب محترف في كره السله والناس هتقعد تتفرج عليه، هل ده هيدخل دخل للنادي ولا لا؟ هي دي الفكره. فالنهارده لما هتفصل كل ده عن بعضه وتبقى الكوره بتاعت الكوره اليد بتاعت تبتدي انت كنادي تحط انا النهارده عشان اكسب السوبر ليج اللي هي ب 11 مليون دولار غير عوائد اخرى، يبقى انا محتاج اصرف على الكوره بس مبلغ وقدره، ان انا اتوفر لي الانتقالات معينه، ملابس معينه، الجمهور نفسه في الاستاد في المباريات يبتدي يملى الملعب بشكل معين، يدفع التذكره لو اللي يقدر يشتري التيكت سيزون يشتري التيكت سيزون، كمان انت وقتها هتقدر توفر له خدمات معينه في الاستاد، لان ما ينفعش تطلب من المشجع مثلا يدفع مبلغ معين في تذكره المباراه وما يلاقيش مثلا مقابل خدمه معينه في الاستاد اللي هي تخليه هو قاعد بياكل اكل كويس بيشرب. دلوقتي انت عارف ان في بعض الانديه عامله جاكوزي في بيتفرجوا من الملعب بجاكوزي، ما دي ده تسويق النهارده. انت أوكي. اكيد السياحه ازاي النهارده في بند مهم جدا الدوري الانجليزي ازاي ده انت هتتكلم عنه السياحه السياحه ده بند مهم جدا النهارده، بنشوف دول عربية استطاعت ان هي تعمل اجواء معينة عندها تخلي فترة الشتاء دي ان الاندية الاوروبية والجمهور يروحوا لها عشان يتمرنوا ويلعبوا مباريات ودية. فالنهاردة الديجيتال ازاي انت تقدر تستفيد بالديجيتال، شعبية النادي الاهلي ازاي النهاردة، صفحاتك على السوشيال ميديا، التاريخ بتاعك، الارشيف بتاعك، كل الحاجات دي تديره بشكل معين عشان خاطر يدخل لك ارباح اللي من خلالها النهارده عندك الديجيتال تمام، ملابسك تمام، حقوق الرعايه، البس، كل دي هتخليك النهارده تروح تقول انا عايز اللعيب الفلاني والفلاني والفلاني وهبيع اللعيب الفلاني والفلاني ودول اعارات، وانا النهارده عملت التوليفه اللي هي جيمي بيقول عليها اللي هي فكره ان انت نادي عايز تكسب بطولات وفي نفس الوقت عايز يبقى عندك استثمار وما تبقاش بتخسر فلوس كتيره اللي هي هنرجع ليها للعب المالي النظيف اللي هو كان اساسها ان انت ما تقعدش تصرف تصرف يبقى عندك خسائر وكمان لا لسه بتصرف، فانت تبقى عامل البالانس والموازنه دي. فالنهارده مهم جدا حضرتك قلت ان الاسبوع الجاي او الفتره اللي جايه لما نيجي نتكلم على الموديلنج بتاع شركات الكوره في الانديه او في اوروبا، فالناس دلوقتي هتبتدي تعرف طب انا ممكن النهارده اشتري الكوره يبقى كوره واليد يد، لكن دلوقتي النادي الاهلي مثلا بيصرف على كم رهيب من الالعاب. ليه؟ لان النادي الاهلي عنده مسؤوليه مجتمعيه النهارده، لازم العضو اللي بيبقى موجود في النادي الاهلي او الرياضي اللي موجود في النادي الاهلي لازم يلعب، اللي عايز يلعب يد يلعب سله، لان هو وهو صغير لازم يتربى على اساس رياضي. ولكن من المعروف ان شركه الكره بيبقى هي اللي ليها الكره دلوقتي. انا قصدي دلوقتي يعني الشكل الحالي لو لحد كام سنه انت هي نادي كتله واحده النهارده بتصرف على اليد ومازال دايما كتله واحده. مش قصدي كابتن اسلام، انا اقصد اقول لك انه انا اقصد اقول لك ايه، انه في النهايه هي مين اللي بتجيب الفلوس؟ هي البث والرعايه فانا قصدي كده. هل اليد مثلا على الكوره؟ لا انا قصدي هل مثلا كره اليد وكره الطايره بتجيب مبالغ للنادي تقدر تغطي له ان هو النهارده يجيب محترفين في اليد ومحترفين في دي حاجات بتسقط من خطه النادي الاهلي وخطه الكابتن محمود الخطيب في الانتخابات كان وجود شركه الالعاب الاخرى الالعاب الاخرى يعني في فكره
يعني شركه الكوره هي كانت اول شركه المفروض تتعمل. لا انا قصدي يا كريم بعد انا فاهم قصدك والله. انا اقصد ايه، لازم هنا الناس تفهم برضو ان الالعاب دي لوحدها مش هتقدر تعيش نفسها، لكن لو الالعاب دي كلها اتحطت تحت مظله شركه، يعني شركه الالعاب الاخرى بالنادي الاهلي فيها ايه، فيها فريق باسكت والهاند وطايره وهاند بول وكمان اضيف عليك يا كريم، هي النظره نفسها تتغير. لازم النهارده ماتشات الهاند بول دي يبقى ليها الرعايه بتاعتها، ويبقى ليها البث بتاعها اللي هي المداخيل اللي بتروح للنادي. النادي النهارده طبعًا يقدر طبعًا بيلعب الدوري بتاع الهاند بول لما يتذاع، او بيكسب بطوله الدوري الهاند بول او بطوله افريقيا، لازم في عائد عشان يقدر النهارده لما الجمهور مثلا يقول ليه مثلا مش عارف خسرنا دوري الطايره، لا كسبنا كاس اليد. فتيجي انت لما تقول له طب ما انا كل ده في الاخر هي الكوره هي اللي بتجيب لي ده، وانا بصرف على كل ده. فالنهارده لما كل حاجه تنفصل زي ما كريم كده قال، يبقى في شركه هنا وشركه هنا، تبتدي انت تحط اهدافك. ريال مدريد ما عارفينه في الكوره، ريال مدريد موجود في الباسكت. باسكت. هل ريال مدريد متسيد اوروبا في الهاندبول؟ ما عندوش في التنبول. ما عندوش هاندبول. ما هاندبول. هل هو مثلا في تنس الطاوله ريال مدريد موجود مثلا؟ لكن عندهم فوتسل، عندهم كره كره الصالات. الصالات فكل نادي بيبقى عارف ولازم تقريبا الصالات والكره النسائيه عشان يعملوا. فانت تبقى عارف احتياجاتك واولوياتك، والنهارده في العاب هصرف عليها بشكل معين، في العاب لا هتبقى موجوده شوية للممارسه، في العاب هتبقى موجوده للبطولات وهكذا. فالعجله نفسها تدور، وزي ما انت بتقول كده يبقى في ارقام واضحه وحياتنا صبت واضحه والدنيا سهله. هي دي المشكله بالنسبه لي، ان انا لغايه دلوقتي مش لاقي ارقام. دي حقيقه على فكره، ان انا فعلا حتى احنا شغالين في المجال ما حدش فينا لو عمل سيرش لاقي بقى لنا اسبوع تقريبا بندور، لكن ما فيش مشكله. لكن خلينا نروح لمنطقه اخرى، ويمكن الجمهور نفسه هناك فارق كبير ما بين السياحه الخارجيه والسياحه الداخليه كمان. السياحه الخارجيه بتجيب فلوس كتير، والسياحه الداخليه ايضا بتجيب فلوس كتير. طبعا اعتقد ان انت عندك ارقام النهارده عايز تتكلم فيها في الدوري الانجليزي، فيما يخص الدوري الانجليزي. قول الارقام علشان الناس تبتدي تعرف ان كره القدم لها دور كبير، لها دور كبير في ادخال السياحه او ادخال العمله الصعبه من بره من خلال سياحه خارجيه والسياحه الداخليه. اللي هو النهارده ماتش الاهلي بيلعب طنطا، فكل جمهور النادي الاهلي بيسافر طنطا مثلا يعني. طيب الاهلي بيلعب الاتحاد السكندري، كل جمهور النادي الاهلي بيروح يلعب في استاد اسكندريه مع، والعكس صحيح ان كل جمهور الاتحاد السكندري بيجي يلعب وهكذا. عملوا احصائيه لعدد السياح اللي في الدوري الانجليزي عام 2019 2020، لقوا ان كم سايح دخل الدوري الانجليزي في انجلترا؟ 500,000. 528,000 دخلوا سايح عشان كرة بس، عشان كرة بس، عشان يتفرجوا على ماتشات، عشان يزوروا البلد، عشان يتفرجوا يحضروا ماتشات بس. طب السياح دي حسبوا إجمالي اللي صرفوه، يعني اللي هم ال 528,000 اللي هم النص مليون، صرفوا 442,000,000 استرليني. 442,000,000 استرليني مكسب، نص مليار مكسب السياح بس اللي جايين من بره. اللي جايين من بره الترحال الداخلي مكسبهم في 651,000، ده الترحال الداخلي يعني. فده احصائيه يعني بصراحه كام معلش تاني؟ الداخلي، الداخلي 651,000 لو ممكن نهرت حتى الصوره. اوكي كمان ده السياح كمان. البث يا كابتن اسلام في الدوري الانجليزي هو الاعلى على مستوى اكتر دوري في العالم محقق عوائد بث واصله ل 9 مليار يورو. بسم الله ما شاء الله 8، لان هو بيبيع اكسكلوسيف، يعني بيبيع في الشرق الاوسط وبيبيع في امريكا. في العوائد بس الدوري الانجليزي وصل 8.9، يعني يقول 9 مليار يورو. عوائد بس الدوري الاسباني 4.9، يعني 5 مليار يورو. شوف الفرق ما بين الدوري الانجليزي والاسباني، 9 و5 4 مليار يورو، رقم كبير. الايطالي بيجي رقم 3 في عوائد البث 5.2، رقم 4 بيجي الدوري الفرنسي 2.6 مليار يورو، الدوري الالماني بيجي بعد كده 3.5 مليار يورو. عايز اتكلم برضو في نقطه حضرتك اثرتها، اللي هي نقطه ان النهارده الانديه المصريه بقت بتروح تشتري منها لعيب بيطلبه بال 23 وال 24 مليون، وانت المبالغ دي كبيره جدا في لاعب انت اصلا ممكن تلاقي نص اهدافه ضربات جزاء، ممكن مثلا تلاقي ما تعرفش اذا كان اللاعب ده هينجح ولا لا، هيستحمل الضغط الجماهيري لو جه النادي الاهلي ولا لا، قدراته الدفاعيه ايه. فانت دي كل الحاجات دي مش مضمون، ممكن يكون لاعب كويس جدا ويجي النادي الاهلي. شفنا لعيبه كتير، مش شرط يعني انا ممكن اجيب 10 صفقات ينجح منهم 2 3 4 5، مش شرط، متوقفه على شخصيه اللاعب، هيستحمل الضغط الجماهيري ولا لا، هل المدرب هيعرف يوظفه في المكان الصح ولا لا، كل الحاجات دي عوامل. فانا مش هدفع مبالغ بالشكل ده في لاعب مش مضمون. فالنادي الاهلي اتجه ليه؟ اتجه ان انا ممكن اجيب لاعب اجنبي بنفس الثمن، لاعب زي اللاعب البرازيلي اللي جه سافيو جاء بنفس الثمن. انت جايب لعيب بنفس الثمن اللي انت كنت هتدفعه
عشان كده النادي الاهلي بيقوي الصفقات الاجنبيه. يعني النادي الاهلي بيحاول ان هو بيدعم بالصفقات الاجنبيه ليه؟ لان تلاقى ان السوق المصري بيأفوره. افوره واضحه جدا في السوق الحقيقة المصري الحقيقه. اول ما تسمع اسم النادي الاهلي وهو ده، وهي دي المشكله بالنسبه لي، ان انا مش لمجرد ان انا اسمع يعني برضو انت عارف لو جينا بقى لو عندنا ارقام، لو عندنا داتا، الداتا بيز بتاعت الارقام لكل لاعب، ما حدش هيشتري يا جماعه لاعب بالارقام دي، بالارقام اللي انا عمال اسمعها. فلان الفلاني بيلعب في اكس من الانديه مطلوب فيه 25 مليون جنيه، طب على اساس ايه؟ ما ده السكاوتنج بقى يا كابتن اسلام. ماشي، على اساس ايه حضرتك؟ على اساس ان هو عمل لي كام جول؟ عمل موسم واحد بس، عمل لي كام جول؟ أيوة، انا مش بتكلم على حد معين، انا بتكلم بشكل عام. لا والله، لا انا مش بتكلم على حد معين، انا بتكلم اي لاعب. واحد بتبيعه ب 25 ب 20 مليون يا عم، عشان ب 25 دي ممكن يودونا لحته. طيب ال 20 مليون دول، طيب اكيد ليه مواصفات انا كنادي اهلي. خلاص، ليه لما بقول انا عايز ادفع في كريم 12 مليون جنيه يبقى هدفع 12 مليون جنيه مش هدفع اكتر؟ لانه كريم الارقام اللي عندي كسكاوتنج بتقول ان انا ما اقدرش ادفع فيه اكتر من 12، ولا هو لعيب منتخب. أيوة، ولا هو لعيب كذا، بس عايز أقول ولا جاب كذا جول. هي لفه، هي مربطه مع بعض. افرض دلوقتي دخل لك نادي رفع لك الرواتب ورفع لك السعر، فهنرجع هنا لايه؟ هترجع انت للحلقه اللي فاتت بتاعه اللاعب المالي النظيف. لو هو عندك هيبقى اتحاد الكوره كجهه بتدير المنظومه هتقول له لا استنى ستوب، هو انت ليه في الصيف ده دفعت هذه المبالغ؟ اديني ما يثبت ان انت كسبت. ما تقولش كده يا اخي، يبقى انت كده بتتكلم على بتاع. ما تقولش كده يا عم كريم، ما هو الناس ما هي لفه والله، اصل هي مربطه مع بعض. يعني هنتكلم فيه، ده موضوع خطير جدا، خطير خطير. ولك ان تتخيل ان في اوروبا قعدوا سنوات. يعني بلاتي دي بيشتغل في موضوع اللعب النظيف ده 2009 وهم طبقوه، خدوا بتاع حوالي 3 4 سنين ما وصلوش بقى او حطوا يا كابتن اسلام فيز 1 فيز 2 فيز 3. فاللي بيتكلم فيه سيد وحضرتك ده بتاع اللاعبين عشان تحكم مثلا، اهو سؤال بسيط ومحب الكره في مصر بالملايين، ازاي نقدر نضبط سعر اللاعبين في مصر؟ حد هيطلع لو ليه مصلحه هيقول لك لا ده عرض وطلب. طب ما اوكي، ما انت ممكن تيجي في يوم من الايام انت بتنضر. ليه؟ انت هتفضل ترفع، يعني زي مثلا قلت مثلا نادي بيراميدز صرف مصاريف كتيره جدا 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 خلال اخر 4 سنين. نادي فيوتشر في سنه واحده، في سنه واحده خد بطوله. نادي بيراميدز لغايه النهارده ما خدش ولا بطوله. ما تخلينا نتكلم بشكل عام. لا احنا بنتكلم لمصلحه الكل. وبنتكلم دي مش وجهه نظر، والله دي معلومات. انا فعلا لما دي معلومات يعني. مثلا على والله وللمره المليون اهو بقول لحضراتكم ان انا اليوم اللي اتكلمت فيه كان الغرض ان احنا بنعمل سلسله حلقات علشان نصل، يعني سلسله عن اللعب المالي النظيف، ثم سلسله حلقات على رخص المدربين، وان شاء الله هسمعكم حاجه كويسه قريب للمدربين اللي بيتفرجوا علينا. وبعد كده قلت هنتكلم عن اقتصاد كره القدم، الاسبوع الجاي هنتكلم عن شركات كره القدم في العالم. يعني احنا عاملين سلسله كده لعل الناس تقدر تستفيد من الكلام اللي احنا بنقوله. بس فايدي انا بس كنت بس عايز اعقب على حته بتاعه ان هي ملنكه مع بعض. لازم النهارده عشان تضبط اسعار اللاعبين في السوق لازم ان انت تبقى واخد بالك من اللي بيتصرف، لازم تبقى واخد الاتحاد نفسه بيراقب، ما ينفعش تبقى الامور مفتوحه، ما ينفعش النهارده. بس انا اسف يعني، والله اسف اقول كده، احنا بنتكلم الكلام ده حاجه بيرد علينا. لا استنى بس، حاجه بيرد علينا ايه؟ واحنا عندنا ازمه، اصل هو كان انتقال حر ولا كان انتقال لا خلينا نتكلم بشكل عام، لانه انا مش عايز اتكلم على طيب. خلينا نتكلم النهارده بما ان الحلقه النهارده بنتكلم فيها عن اقتصاد كره القدم. جميل، هل ممكن اتكلمت يا احمد صح؟ اتكلمت عن خدت دورك عشان بس ما تقولش انت بس انا جاي عليك ولا حاجه. وزعت المليارات دي، وزعت المليارات. هو المفروض بصراحه الامانه تخصم منه جولتين بسبب ال 200 اللي عنده. طيب قبل بس ما اطلع فاصل، هل من الممكن ان يكون هناك موارد اخرى غير اللي احنا بنتكلم فيها دي لكل الانديه؟ مش قصه انه يبقى موارد اخرى، انت ممكن تقدر تعظم من الموارد اللي موجوده في حاجات غير لسه لم تطبق في مصر. كيف يمكن ان اعظم من الموارد؟ خلينا هنا نتكلم عن، اصل هقول لك حاجه، انت لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي يبقى انت بتتكلم عن الانديه الشعبيه. طبعا. وبالتالي هناك انديه شعبيه لا تستطيع ان هي تجاري الوضع ده، الكلام اللي احنا كلنا كنا بنتكلمه من شويه. فبالتالي هيجي وقت
مش هيبقى في فيرجن كذا او فيرجن كذا فهيقول لك شكرا اللي بعده. ازاي نقدر نتطور؟ رقم واحد الملاعب او الاستادات. مصر تمتلك ملاعب كتير جدا، في بعضها مملوك لبعض الانديه وبعضها ملاعب حكوميه. نعم. اقدر ان انا كل ملعب من دول ارفق بالاسم الملعب الرئيسي، اسم الراعي يتحمل تكلفه الانفاق على هذا الملعب ويدر مداخيل للانديه اذا كان هذا النادي او هذه المنشاه مملوك للنادي اكس. ده رقم واحد، وده معظم الانديه الجماهيريه عندها ملاعب. رقم واحد. رقم اثنين الاوفيشال كيت او الزي الرسمي. ده صناعه لا زالت في مصر في مهده. النادي الاهلي بدا الباكوره او بدا الموضوع مع الشركه اللي كانت بتطلع على النادي الاهلي في الاربع سنين اللي فاتوا، وابتدى يخصص اديشنز او نسخ للملابس الخاصه بالجماهير عشان تبقى في متناول معظم الجماهير. ده اثنين. ده ممكن يتعمل. ابتدت بعض الانديه الصغيره الموسم الحالي ابتدت بدات القصه بتاعت الترويج للقمصان بتاعت من خلال زي بشكل معين او من خلال ربط الزي ده بالمكان اللي موجود فيه النادي الجماهيري او الاقليم اللي بيشجعه فيه الغالبيه من جماهيره في هذا النادي. رقم ثلاثة، النادي الجماهيري قدامه حاجه من اثنين، اما ان هو نادي بينافس على البطوله فيحاول يعمل البالانس بالنموذج الاصعب اللي اتكلمنا عليه اللي هو ازاي تحقق مداخيل مع تحقيق بطوله، او انت نادي عايز تحافظ على تواجدك في الدوري الممتاز وتقدم عروض مقبوله، اذا اشتغل بقى على المشروع البديل اللي هو الاكاديميات وتفريغ اللاعبين. أيوة. وازاي انك تقدر تطلع لاعبين وتعمل الاكتفاء الذاتي زي ما بعض الانديه عملوه وظهر بشكل جيد. مش هسمي أندية، لكن في نادي واثنين وثلاثة واربعة عملوا ده وبدأوا في النجاح فيه، لكن التجربة ما استمرتش. انت محتاج تعمل ده. رقم ثلاثة الأندية، والنقطة اللي كان بيتكلم فيها أيمن هي نقطة مهمة جدا جدا جدا، وأنا على يقين تام إن النادي الأهلي هيبدأ فيها في وقت قريب جدا، بتاعة الألعاب الأخرى. الألعاب الأخرى بتشكل عبء. بس مش عايز أقول سر، ولكن هو خلال هذه الفترة بدأت الأمور في الاتضاح يا كريم برضو، بما إننا بنتكلم على الألعاب الأخرى، لانه النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه في حاجات ما هو ما ينفعش برضو. طيب، لان مش هينفع اقولها برضو بشكل واضح، لكن في الاخر هو الموضوع عباره عن ايه؟ ان انا بجيب لعيبه كويسين في كل الالعاب عشان اقدر استحوذ على هذه الالعاب، عشان اقدر افرض شروطي اكتر خلال الفتره اللي جايه او المرحله القادمه. اللي اقدر اقوله في هذا الامر، والتسويق لهذه الالعاب كانت الازمه، عشان الناس تبقى عارفه برضو لما نربطها. دايما الناس كانت بتتساءل في أي أندية أخرى يعني، لماذا رعاية النادي الأهلي هي الأعلى؟ لماذا رعاية النادي الأهلي بهذا الرقم؟ لأنه أنت لما بتيجي تبص على الأسبكس أو الحاجات اللي بتتحدد على أساسها الرعاية، رقم واحد تارجت سيجمنت أو قاعدة المشجعين أو الجماهير. ده علم، ده مش رأينا. أي رعاية في الدنيا أول حاجة ببص عليها التارجت سيجمنت، الشريحة اللي أنا بستهدفها من خلال هذا الإعلان اللي أنا بدفع المقابل بتاعه، وبالتالي بدفع ده الشركة اللي بتستحوذ أو للنادي مباشرة لو النادي بيبيع حقوق الإعلانية. ده واحد من ضمن من الحاجات. رقم اتنين، نادي بينشط فيه 17 أو 18 لعبة على صعيد قطاع البطولة مش بس قطاع الممارسة، ونادي بهذا الحجم والشعبية، خاصة النادي الأهلي قبل كده كان بيبيع رعايته كنادي الأهلي للرياضة البدنية مش النادي الأهلي لكرة القدم من خلال شركة الكور، فده طبعا كان بيدي رعاية ومساحة كبيرة جدا للأندية والمعلنين. عشان كده لما تيجي السؤال وتقولها بملء الفيه انه ليه النادي الأهلي هو اكبر رعاية موجودة داخل افريقيا، ليه النادي الأهلي هو بجاب كبير جدا عن اي نادي اخر، هو النادي صاحب الاكبر رعاية، هو النادي الأهلي دائما وابدا انه لما يكون نادي بهذه القاعده وبكل هذه الالعاب، وانه بالعكس هذه الرعايه بالعكس مبلغ اقل بكتير من المفروض النادي الاهلي ياخده، واعتقد انه عشان كده مداخيل النادي الاهلي من الرعايه اللي هي واحده بس عنصر واحد من اقتصاديات كره القدم هتبدا في التنامي، كمان بالتخصيص بتاع العاب الصالات، انه ان شاء الله خلال الفترات اللي جايه يتم الشغل على التسويق لهذه الالعاب على الاقل انها تحقق الاكتفاء الذاتي مما يقلل من النفقات. ما انت لما تيجي تحسبها الاقتصاديات عموما بتحسبها المداخيل تزيد والنفقات تحاول تقللها قدر الامكان، فانت لما تقدر انك بشكل ما تقدر انك توصل هذه الالعاب انها لا تمثل عبء على ميزانيه النادي ككل، اعتقد انه ده واحده من ضمن الحاجات اللي نقدر نشتغل عليها الفتره القادمه ان شاء الله. بس يا اخي ما تقولش الكلام ده، بس يا اخي ما تقولش الكلام عشان الناس في تزعل. طيب، هنطلع فصل اخير وبعد هذا الفصل نرجع نكمل مع حضراتكم عشان الناس ما تزعلش بعد الفصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كلمات اخيره في هذه النقطه، لانها يعني طبعا حلقه، احنا عايزين حلقات كثيره في هذا الامر، ولكن
كلمة أخيرة فيما يخص حقوق التسويق والبث والرعاية وحقوق التيشيرتات والإيرادات وحقوق كثيرة جدا بالنسبة. طبعا بنتكلم عن النادي الأهلي واللي يهمنا هو النادي الأهلي، ولكن لكل الأندية جرس إنذار بنقدمه لكل المهتمين بكرة القدم في مصر، كل أندية اتحاد كورة اتحاد كله، يجب أنك تسعى لتطوير نفسك وأنك تواكب الأمثلة الخارجية اللي في أوروبا، وطبعا أوروبا هي المثل الأبرز لينا في كرة القدم. بالضبط بالضبط زي ما كنا في التسعينات بنتكلم على موضوع الأندية الجماهيرية والموارد ومن آخره، الأندية كلها عايشة على الدعم اللي جاي من وزارة الشباب والرياضة، واللي حتى لغاية النهاردة في بعض الأندية لا تستطيع العيش إلا بدعم الشباب والرياضة. لكن ربما ده يحصل في سنة في سنتين ثلاث سنين، ما تقدرش تحط لونج تيرم بلان، ما تقدرش تضمن إن أنت تعيش لمدة خمس أو ست أو سبع سنين أو حتى عشر سنين جاية، لأن أنت النهاردة ماشي بشكل خاطئ. مهم جدا أن كل الأندية تتحول لشركات الكرة، ده شيء مهم، مهم جدا 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 لاتحاد الكرة أنه يعيد ترتيب لوائحه، وأنه يعني يعمل تطور في مبدأ اللعب المالي النظيف، وأنه يدخل اقتصاديين معاه في دراسة هذا الأمر، ويطلع به لوائح وقوانين جديدة تنظم الأمر. لأن زي ما قلت مثلا حاجة بسيطة، لو حبينا نضبط سوق أسعار سوق الانتقالات في مصر، ده مش مسؤولية أندية بس، مش مسؤولية اتحاد بس، دي لينك أو دوائر مرتبطة ببعضها لازم كلها تشتغل مع بعض، زي بالظبط بالظبط ما أوروبا عملت ووصلوا للوضع أعتقد الاستثماري الجيد اللي هم اللي احنا رصدنا أرقامه. ويكفي يا كابتن إسلام ان احنا بنقول الارقام دي امتى؟ بعد سنتين من جائحه كورونا. يعني اوروبا بتشوف سرعه التعافي، في كارثه حصلت، في ازمه حصلت، ولكن انا شغال وبفكر، مش قاعد عمال اقول اصل والله يمكن احط واطلع ورقه من ست بيانات والبيان السادس في جمله اقتصاديه بحته ومفيش شرح ليها. ده امر اتمنى ان شاء الله ان احنا نتخلص منه. اتفضل. يعني كابتن اسلام، يا يعني بنكمل الكلام، هي الفكره كلها اللوائح. أوكي. اللوائح اللي بتنظم الامور كلها، اللي يحطها ناس متخصصه، ومتخصصه بمعنى ان انت تجيب ناس بروفيشنالز بتديهم رواتب مقابل ساعات العمل اللي هم يقعدوه، عشان يحطوا لك بلان كبير، مش مجرد ان انت بتطرح اسامي وتجيب نجوم وناس لعبت كوره وناس مش ونقعد القعده ونطلع ورقه ونقول ان شاء الله هننفذ الكلام ده. احنا متاخرين جدا يا كابتن اسلام. طبعا مصر كدولة كبيرة جدا، احنا بنشوف لما بنحب بس ننظم حدث كده في لحظة الامور كلها بتبقى جاهزة. يعني كاس امم افريقيا 2019 ده كان خير مثال، كاس العالم لليد وكاس العالم لكرة اليد، يعني ده بنتكلم في شهور قليلة بتقدر تلاقي كل حاجة. فده لازم النموذج ده يبقى موجود في كرة القدم والرياضة داخليا، لازم زي ما بنشوف الشكل من بره حلو، لازم كمان داخليا. ليه؟ لان ده اللي هيقوي المنتج بتاعك، هيعليه، هيخلي النهارده لما تشوف صوره حلوه ده معناه ان انت هتشوف تيشيرت النادي بشكل كويس، هتشوف الاعلانات اللي عليه بشكل كويس، تطوير الاعلانات نفسه الالكترونيا هيبقى بشكل كويس. النهارده الدوري المصري مصريين كتير بالملايين اصلا، يعني بعيدا عن الناس اللي بتتابع الدوري المصري من دول اخرى، لا المصريين نفسهم موجودين في كل حته في العالم. فالنهارده ازاي تسوق المنتج بتاعك خارجيا، حقوق الديجيتال بتاعتك لازم تشوف ازاي النهارده انت تعظم منها، وان الناس اللي تبقى ماسكه دايما الديجيتال وبتشتغل على الديجيتال برضو خبراء واقتصاديين وناس بتوع تسويق البيع وشراء اللاعبين، الامور دي كلها يا كابتن اسلام مع الملاعب، تطوير الملاعب وان هي تبقى ملاعب جيده، الحضور الجماهيري كابتن اسلام، وبرضو نتمنى ان يبقى عندنا فرصه ان احنا نعمل حلقه عن الحضور الجماهيري، وازاي الحضور الجماهيري ده بس لوحده ممكن ينقلك نقلة تانية في الكورة، وان انت تبقى كمان دولة جاذبة ان النهاردة الناس تيجي تتفرج عندك على ماتشات، مش بس ان هي تتفرج، لا تيجي زي ما التصوير وكواليتي كل حاجة كابتن، لا الناس تيجي النهاردة تتفرج عندك على ماتشات، تيجي النهاردة تعمل رحلات، يبقى في رحلات ناس جاية من بره تتفرج على ماتش الاهلي والزمالك اللي هو الديربي الاقوى عربيا وافريقيا ومن الديربيات القوية جدا على مستوى العالم وحاجة تاريخية. ازاي الناس تيجي النهارده تشوف الملاعب بتاعتك، الحاجات التاريخيه، الحاجات دي كلها، ما كل الحاجات دي بتجيب فلوس. حتى البنيه التحتيه في الرياضه المصريه عامله ازاي؟ يعني انا عشان مش هطول، النهارده الناس اول حاجه اللي تيجي تقول لك انا عايز اروح ازور برشلونه، ليه؟ اول حاجه بتعملها لما تروح تزور برشلونه بتعمل الجوله بتاعه الكامب نو، تتصور مع الكؤوس، لما تروح مدريد تخش سانتياغو. دلوقتي برضو طبعا انا اتمنى ان يكون في حاجه اكبر لكده للنادي الاهلي، لكن
النادي لما بتروح دلوقتي النادي بتخش طبعا الناس ده حاجه جميل. كلنا حتى الزوار اللي بتروح النادي الاهلي اللعيبه بتاخد صوره تذكاريه. فالنهارده لما الكلام ده يبقى على سكيل كبير تبقى الامور مختلفه، الامور هتبقى مختلفه والعوائد كانت مختلفه. وكلنا للامانه انا كان ليا جمله كده دايما، الدوري المصري لازم يخرج من اطار النيش. النيش عندنا احنا بنحط الحاجات الجميله جواه والضيوف بس من بره كده ممكن يشوفوها حلوه، لكن احنا واحنا قاعدين جوه ما بنتفرجش عليه بالشكل ده مكسر يعني بالظبط كده، او بنخاف نفتحه عشان مفيش حاجه تتكسر. حابب يعني اقول برضو ان في حاجه نقطه مهمه كمان تكمله للكلام، الاهتمام بقطاع الناشئين مهم جدا جدا، الاهتمام بقطاع الناشئين في كل الانديه، لان قطاع الناشئين ده منجم ذهب لاي نادي. النهارده في 5 انديه على مستوى العالم هم افضل قطاعات ناشئين من 2014 ل 2021 اكثر الانديه تحقيق ايرادات من بيع اللعيبه. النادي الاولاني بنفيكا البرتغالي ده حصل على 379 مليون يورو من بيع لعيبته اللي الصاعدين من ولاد النادي ما شاء الله. النادي الثاني ريال مدريد، المفاجاه ان ريال مدريد الثاني 330 مليون يورو. الثالث موناكو الفرنسي 285 مليون يورو. الرابع اياكس الهولندي 283 مليون يورو. الخامس اولمبيك ليون الفرنسي 270 مليون يورو. يعني في 2 انديه من فرنسا في اول 5 انديه مهتمين بقطاع الناشئين وبيبيعوا بشكل كويس جدا. وهنا الاهتمام بقطاع الناشئين حاجه مهمه ممكن تدعم برضو في صفوف القطاع الناشئين. مش معنى كده ان قطاع الناشئين بتاعك مش كويس او قطاع الناشئين بتاعك مش كويس، لا، قطاع الناشئين مهم جدا ان انت تقوي فرقه 2001 فرقه 2003 فرقه 2005 فرقه 2006. ليه؟ لان الفرق دي انت لما بتجيب فيها لعيبه سواء 2001 سواء 2000 تستفيد منهم، وكمان بدل ما تروح تجيبهم بعد ما يكبروا ب 30 مليون وب 40 مليون وبالمبالغ اللي احنا بنسمعها دلوقتي، لا، انا بجيب لعيبه في سن صغير بمبالغ قليله في نفس الوقت بديهم خبرات، بعلمهم يعني بديهم دي ان ايه الاهلي، بعلمهم يعني ايه الدي ان ايه الاهلي والنادي الاهلي، وبيخشوا يبداوا يشوفوا التتش ويعرفوا روح الاهلي والمكسب والكامباك بتاعنا والروح والشغل بتاع النادي الاهلي، فبيبداوا يشربوا النادي الاهلي. فدي حاجه مهمه جدا، الاهتمام بقطاع الناشئين واحده من اهم الحاجات المهمه جدا للاستثمار لاي نادي. جيمي، علشان خاطر نبقى بنكمل الدايره، اتكلمنا على الانديه وازاي الانديه تقدر تعظم من مداخلها. رسالة مهمة جدا للرابطة واتحاد الكورة، هل يعقل ان كل هذه النفقات على اللاعبين واستخدام اللاعبين وعقود اللاعبين وحقوق الرعاية وحقوق البث تكون مكافآت الفوز ببطولة الدوري عدد اسابيعها لكل فريق 34 مليون جنيه؟ رقم صعب جدا جدا ان انا اقول ان بطولة الدوري المصري مجموع جوائزها مليون جنيه. صعب ان انا اقول ان انا بيتم انفاق كل هذه المبالغ، بنقول انه بس على اللاعبين الاجانب استخدام اللاعبين الاجانب الانديه المصريه صرفت 100 مليون دولار، يعني 2 مليار جنيه في السنوات العشر الاخيره. يبقى ازاي انا بحط كل هذه النفقات على مسابقه مجموع مداخلها مليون جنيه؟ صحيح، لازم اطالب الرابطه، اطالب اتحاد الكوره بتعظيم مداخل هذه البطوله، بتعظيم حقوق الرعايه وتعظيم حقوق البث واستقطاع جزء من اجل الجوائز المخصصه لهذه البطوله، جوائز فرديه مش بس جوائز المراكز، تعظيم المداخيل الخاصه به الاتحاد كاتحاد او الرابطه من خلال القيام ب مجموعة تسويقية. يبقى عندي لجنة لتسويق حقوق الاتحاد، مش بس ان هو بيتم الاتكال على قصة الرعاية او البث اللي بيتم بيعه بالمجمل ليه كل الاندية. اعتقد انه لا، هذه الامور تحتاج الى مراجعة ومراجعة كبيرة جدا، لانه الامور بعيدة جدا على ما يجب ان تكون عليه خلال الفترة القادمة ان شاء الله. اعتقد انه لو الناس استمعت لهذه المطالبات، نحن فقط نطالب ونسلط الضوء على الملفات اللي واجب فتحها خلال الفتره القادمه سواء من اتحاد الكره المصري او رابطه الانديه. نتمنى يا رب كل التوفيق لكل منظومه كره القدم او المنظومه الرياضيه في مصر خلال الفتره اللي جايه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كريم، شكرا جزيلا يا ايمن، شكرا جزيلا يا محمد، شكرا جزيلا حبيبي. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. كانت هذه حلقه نهايه الاسبوع، ان شاء الله نلتقي مع حضراتكم يوم الاحد القادم وحلقه جديده من بيت الكريم.